اموت واعرف انا ايش ناقصني. مالت على ولدك اللي شايف عمره. مالت عليك وعن الغلط على ولدي. حشمي نفسك عاد يلا. عذريني موزه، اعصابي جدا متلفه. شنو موزه؟ نسيتي عمرك انتي؟ اقول انا مديرتك يا طيحه الحظ. تفضلي تفضلي. يعني انا طقيت الباب قلت عشان انا قاعده اسمعكم التهاوشون، قلت اصير محترمه ومؤدبه واطق الباب عشان توقفون هواش ونعم الادب والسنع. ايه تفضلي تفضلي ارتاحي. تبيني يعني؟ ايه ابيك قعدي. فتوح لو سمحتي ممكن تتركيني انا وطيبه، عندنا موضوع نبي نناقشه. تفضلي روحي. لا خذي راحتكم ايش دعوه ترى وانا قمي. يلا قمي قمي قمي. ايش كل تحرجوني معاكم؟ ما ادري شلون اخذها كان حق ولدي. خير ابلش قلتي؟ سلامة عمرك، شو تشربين؟ انا الله يطول عمرك ابي عصير فريش من اللي يشربونك يا انتي، هذا المخصوص مالك مو معلب قواطي، لا فريش اللي يبونه لك انتي. ها؟ ما عليك. يما نزغه نزغه. واحد عصير فريش اللي سوونه لي. يا خبر اسود، فتوح يا ساره؟ فتوح فتوح يتشكر، هذا اللي انا ما توقعت ان خالتي تختار فتوح. طب يمكن يا اختي الست المره يعني رايحه المطعم اللي انتوا فيه بالصدفه. لا 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 لا. صدفه؟ لا يا حبيبتي ما هي صدفة، أنا شفتهم بعيوني شلون ارتبكوا، أول شيء خالتي وبعدين هي أصلاً قاعد تسلم على خالتي مو معطتني ولا كني يمها، بعدين عرفت إن أنا واقفة يمها. شفيك حرام، يعني إحنا على كده ظلمنا قبل تشيبة. والله من ناحية إن ظلمناها ظلمناها، يعني حدي ما أدري شو أسوي معاها لأن صدق شكيت فيها وايد مو شوية، بس شو نسوي يعني؟ يلا ما يخالف، احاول اني اتقرب منها بعدين وتسامح منها على اللي صار، صح؟ حاولي اذا عرفتي يعني دي شرانيه. بقول لك تاخذي شي كشري؟ ايه؟ شي كشري. لا انا عايزه شي بالجمبري في. اجيب لك يا حبيبتي. هني هني مشكورة هي وعلي علينا. يبوا لك الفريش التازة واحنا يبوا لنا من الجمعية هالقواطي هذا اللي لوع شب، كنا جايبين ماي وشكر حاطينه. انا هذا سميه تفرقة عنصرية، تفرقة حتى في العصير في تفرقة. ما علينا، المهم شنو اسئلتك؟ طال عمرك اسئلتي روتينية. أي. يعني اسأل المدرسات عندي لاني ابي اسوي برنامج كيف تتأقلم مع مدرساتك. إيه؟ فأنا أبي أسأل مدرسات إذا كانوا محتاجين أو لا. لا لا الحمد لله أنا مو محتاجة شيء، كلش مو محتاجة ولا شيء. زين زين. يعني أنت للحين ما تزوجتي؟ يا ربي أنتوا ايش تبون فيني، تزوجت ولا ما تزوجت؟ الحين ما خلص من أبوي إلا 24 ساعة الحين علي، تزوجي تزوجي تطلعوا لي أنت بعد متزوجة. ليش ليش هالأسئلة؟ أنا بفهم ليش تبون فيني متزوجة. آه أنا عرفت، أدري عرفت أنت ليش تسأليني. أدري ليش؟ أنا أقول لك ليش. أنت تبين تكتبين فيني تقرير، تبين تطرشين تقرير حق الوزارة تقول لهم ها هذه متزوجة وكلها تستأذن وتطلع مبكر عشان تروح تطبخ حق ريلها. عرفك عدل. لا ما شاء الله، يعني تعرفين الطبخين؟ طق الجرس، عندي حصة مو فاضي أحكي هالأسئلة أنا. صدق نسخة شرية، حسبي الله على كيسك يا فوز، آخر عمري بصير خطابة. إيش سالفتهم هذيل يا رب؟ كل ما قعدت مع أحد سألني أنت متزوجة ولا مو متزوجة، ما أدري إيش يبون فيني، يبي يزوجوني كأني قاعدة على قلوبهم، كأنه قاعد يصرفون علي قطيعة الأوادم، كل شيء يبي يعرفون. أبلة طيبة أبلة طيبة. نعم أنت الثانية، إيش تبين؟ زين لقيتك زين لقيتك. إيش تبين؟ مرتبطة اليوم؟ انتوا ايش فيكم علي؟ سالفتكم اليوم؟ كل واحد قاعد بيا قال لي مرتبطه ولا مو مرتبطه، ايش تبوني؟ ماني مرتبطه مو مرتبطه. لا لا انا بس اقصد يعني في رحله اليوم حق الطلبه وكنت بسالك اذا مرتبطه ولا عندك انشطه ثانيه بس. ها لا لا لا, لا انا مو مرتبطه بشيء، لا 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 سجلوني حطوني معاكم بالرحله، خلنا نطلع اغير جو شويه قطيعه.
تفضل يا ابو تركي. كاملين؟ كاملين ان شاء الله وكامل الله. الحمد لله اللي الله فكني من دينك. تامر يا ابو طيبه، حنا بنشوفه. كان تبي تاخذ قرض ثاني حنا حاضرين. لا يا معود، انا ما صدقت على الله اذا فكني منه. الظاهر انا مالي نصيب بالتجاره، انا تاجر فاشل. بالعكس، من قال انك تاجر فاشل؟ انا اشوف حال البلد يتحسن والاقتصاد بدا ينتعش. الله كريم، يعني تقصد اني ممكن ارجع للتجاره؟ صدق عاد انا قاعد افكر بالموضوع هذا. التجاره انا بدمي، انا تاجر ولد تاجر، بس اخ للاسف الحظ معاندني. بالعكس الحظ زين. ما ادري ايش اقول لك. احنا حاضر، تدري شلون؟ عطني الفلوس مره ثانيه. دام يبينا ادش بالتجاره ما ادش بالتجاره، والله انا خسران شيء. نجرب حظنا. طيبه مو وقتك الحين، تحس فيني قلبها على قلبي. الو. اي يبا، انت وين؟ وين؟ بتركي؟ اي مو هامه هذا، اكيد قالك تعال تسلف مره ثانيه مو؟ لا يا يبا. ولا يبا انت وينك الحين؟ الحين ايلك وين؟ هلا مش طيبه، لا تصرخين، فشلتيني قدام رفيجي، انا قاعد عند بتركي. ان شاء الله ان شاء الله. لا يبا ما اخذت منه الفلوس، رديت الفلوس اللي يبي مني خلاص، ما اخذت منه مره ثانيه. ها ما صدق على الله اسدد الدين ارد اخذهم مره ثانيه. لا يبا خلاص ان شاء الله ان شاء الله، انا جايك مسافه السكه اكون عندك. يلا مع السلامه. ولين بعدين معك، بعدين مع هالبنيه هذه لمتى بتتم سيطره علي؟ لا انا لازم اشوف يشوفها معاها. ابو تركي حكي بقى. خلاص انا مالي نصيب بالتجاره وماني داش فيها مره ثانيه. اول مره اشوف ريال يخاف من بنته. فش رايك الصبر مفتاح الفرج؟ حلوه دي. الابتسامه صدقه لاخيك المسلم. حلوه دي. وانت العيال. صاحب افضل ابتسامه. ايوه يا حبيبي، لازم نعلم العيال الحاجات الحلوه. لازم نزرع فيهم القيم الجميله دي. مساعدتك للطفل الصغير تجعله دائما مبتهجا. هذه حلوه قوي. دي كمان حلوه. حلزوهم برا في الحوض. تنفع اي كردون. شو تقولون انتوا على هذه الطوفه؟ الحيطه. تحطين في اي كريدور فيهم؟ حسين عنده قطي. هو ايه الكريدور؟ الممر قصدك؟ ايوه. يعني ما ادري بوزعهم صوب غرفه النادره، صوب غرف الاطفال، شي يعني. حطي عند غرفتي شويه سهل. احط؟ لا تنظر الى اللون الاحمر فهو مشع. ليه يا شيخه؟ يا اختي شعرك احمر، ما ادري شنو صبغتك، كركديه؟ عن موضه يا سهره. موضه. ايه. طب كملي كم جمله كمان وانا احاول اشوف لك كم واحده من عنك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم بنات؟ هلا والله. تمام. ماكو غيركم، لا تقولون لا. هو على ايه صاير؟ شوكو سندس شنو في؟ نبي ابلات يطلعون نشاط خارجي مع الطلبه، والكل اعتذر الا ابله طيبه، ونبي ثلاث ابلات. رحله؟ الله، رحله بجد؟ هنروح رحله؟ طب انت قلتي عايزين كم ابله؟ ثلاثه. ثلاثه؟ طب حلو، انا هسجل وساره هتسجل. يا تشكر. نطري خلفها من البنت السالفه. وليش ما تروحين انتي؟ انا مش شغله بانشطه ثانيه، ما اقدر. ها ايش قلت جو؟ يا سهره نروح اي مكان نغير جو يا شيخه بدل الجو الحصن. تشكر على اللقافه. اسمعي، انت قلتي قبل تبقى رايحه؟ ادي احنا نسجل ونروح الرحله، ومنها كمان تبقى تكون هناك تحسني موضوع النيه والحوار. تشكر. انت يا لابسي لي اصفر، حتكم موضوع كركم. سكتي ولا كلمه. طب خلاص. وبعدين انا اللي اقرر مو انتي. انتي بتطسين طسي بدون ما تحطين اسمي. انتي صاحبتي وهتيجي معايا غصب عليش. زين سكتي. طيب شوفي انا بروح حطي اسمي، بس مو علشان هلا، علشان الاطفال. خوش يب. اي يلا سجلي عندك انا وتشكر. بس مشكوره. يب شكرا. يعطيكم العافيه. يعافيش. الله يعافيك. هنروح رحلة، أنا منشكحة أوي. بس تفتكري يودونا فين؟ يكونش يودونا جنينة الأسماك؟ بس إحنا جنينة الأسماك عندنا في مصر، أنت عندكم منها واحدة؟ لا اسكتي، إحنا عندنا شارع الاستقلال.
اي حاجه غير الحصص نروح شارع الاستقلال مش مهم. اعطيني عبر بعد عشان احطها على الطوف. هفكر. مش عايزه شيء؟ بلا عندي عبره اقولها لك. قولي. اللي قافه شيء غير جميل. قصدك ايه يا اختي؟ عارفاكي يا ساره تموتي وتقطي النغزات. خلاص خلاص بهزر يا اختي عليكي دايما نرف. أقول سارة وين هالرحلة هذه بتروحون؟ مدينة العام. بس بروحك أنت مع ما معك أبله شيء راح تدخين مع اليهال؟ هو بروحي شلون بروحي لعماني بروحي. الله يسلمك أنا ومجموعة من المدرسات ومعنا أبله طيبة. إيه زين زين عشان هم يساعدونك هذا اليهال ممكن واحد إيه؟ شياطين الاهالي يضيع ولا يصير فيهم شيء. والله ولو اني مستحي من ابله طيبه على اللي سويته فيها، بس يلا حدها راح تسامحني. اكيد بتسامحك، لان انت ترى انت اطيب قلب الدنيا. ترى ما اعبر على هالكلام يعني. وانت زعلانه وانت مستانسه وانت راضيه وانت معصبه. لا كل شيء ما شاء الله احلى واحلى. لا لا وايد ترى اقوم اكل نفويش لا تقول كذي. ولو انك ظلمتيني وايد بالموضوع هذا ما يخالف انت سامحني. بعد هم انت طيب وحنون وعطوف وكريم. شنو انت طيب؟ الله يذكره بالخير نوال. انت طيب وهذا هو ايه. وبنروح نودي لي حال نستانس ونلعب معاهم ومنها فرصة بعد اني اتسامح من ابله طيبة. حدها راح تسامحني مو عدل؟ عدل؟ اي وحدنا بنصير رفيجات وربع وحتى انا يمكن اخذهم معاي مطبق في محشي. اي يستاهلون بالعكس يستاهلون. إيه؟ والله تبين نحتزهم بوفيه. ايه ايوه. اي لا لا عشان اليهال. اي مطبق في محشي إيه؟ كرم. زين حددتوا موعد هالرحلة هذه؟ اي ان شاء الله يمكن نهاية الاسبوع. ان شاء الله تكون فاضية. اي ان شاء الله. ان شاء الله تكون شنو؟ اقول يعني ان شاء الله يكون الجو حلو نهايه الاسبوع يعني. اي حق اللي عالم هو. بعد تقول لي ان شاء الله اكون فاضي حق شنو فاضي؟ لا لا عشان ادري عنك. عاد تصدق قبل كم يوم في قناه شفتها منزلين اعلان بس ما ادري وين القناه. اعلان شنو؟ اعلان يقول لك ياخذون من ريش الكاسكو ماده ايه عشان الاقرع ينبت له شعر، ينبت له قبله، ينبت له مني ريش، شيء يغطي هاليب هالعوده. يعني ما يصير انت لازم تعابل بعمرك. والله ما ادري شو اسوي. راسك صاير كنه زوليه منتفه. ما ادري. ها؟ افكر احط مخيم هني. وين؟ هني اول شيء. وانا اوقف على يبها ثلاث بقيات للاجار. شنو جبت هذا مو يب؟ يا حلوه. يا حلوه. دمك خفيف. يا بعد والله. اطلب لنا عشاء. خلنا نام احسن، واحد ينام خفيف. عرفتوا الحين ان ابوكم اورثكم الا الفقر؟ لو ما الله سبحانه وتعالى ثمانه كان ما عشتوا هالعيشه هذه كلها. اسمحي لي يمه ترى انا ادري صدقيني انا عارفه الموضوع كله. بس اخوي اللي مو عارف يعني. بس انت لا تقعد تكلمين. اسكت ولا كلمه احترم نفسك انا اختك المعاميه. شلون ترفعين قضيه على امك وهي اللي ربتك وهي اللي علمتك وهي اللي سوت لك كل شيء وحطتك ايدين على تكتين ترفعين عليها قضيه بالمحكمه لورا منك يعني شو اسوي؟ انت قلت هالكلمه؟ شنو؟ انت شنو انت؟ انت ما تستحي على وجهك؟ شلون انا ارفع قضيه على امي جنتي وناري؟ شلون وهي اللي ما قصرت معاي؟ انت مجنون انت؟ نسيت انك كنت بتشتكي على ابوي الله يرحمه؟ نسيت انك الحين تفكر تشتكي على امي؟ صدق ما تستحي على وجهك. يمه هذا زور وبهتان، هذا الكلام ليس اقول. بس 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 خلصنا. لا تقعد تطنز علي وانت بسك من هالدباجات اللي قاعد تقولينها. يلا عاد اليس عوي وتحكي عدل، فهمت؟ قدم انتوا الطيب ما ينفع وياكم. شفت شلون؟ عصبت الوالدة عاد كلش ولا عصبيتها ما راح تودي إلى البحرين. عندي ديدة هناك. هي بس حتى زور بهتان منك يبا. زور بهتان الله يهداك. سامعتك يا بروك بس عاد كافي. يما الحين انت شنو تبين يعني؟ شو اللي يرضيك يا يما؟ ذبحتينا الله يهداك. استحل ويكلم أمك عدل يلا عاد. يما ما يخالف انا بس من بعد اذنك طال عمرك انا بس قررت يعني بالنيابه عني وبالنيابه عن يعني اصحاب المكتب اني راح اسحب القضيه صراحه. لا إيه؟ والله مكلفه على عمرك
أقول سحبي أمرك من المحاكم، شوفي لك أي وظيفة في أي وزارة من الوزارات، ترى أنت ما لك نصيب في القضايا. أنا؟ إيه نعم. يما ليش مطلعتها محامية؟ ليش يما ودافع عليها فلوس وحالتك حالة؟ لو مطلعتني أنا محامي مو أحسن؟ ما توقعت الجرح هذا منكم. وليه؟ ليش؟ ليش؟ ترفعون معنوياتي على شنو؟ حرام عليكم، تعبت ودرست وشقهيت بالأخير يقولوا لي شوفي لك وظيفة. الله يسامحكم. وانت ها تبي تطلع محامي مثلها؟ شكلي شكل محامي اصلا. يا حظي انت زين خلصت التعليم الموازي. انا اصلا خريج في التعليم الموازي. تعليم هذا سامع فيه بس ولا مره شفته انا تعليم موازي. لا سامع فيه ما شفته ما مر عليك. شلونك يما؟ بخير الله يسلمك. لا تسالني ولا سؤال. اسمع انا ما عندي معلومات عنها غير ان هي مو متزوجه. كل هالطواله هذه على هالمعلومه هذه؟ كل الدنيا تعرف المعلومه، كل الدنيا يدرون انها مطلقه. اسمعي يا يما. خير ايش فيك سمعه؟ ايش تبي؟ اجوج نهايه الاسبوع هذا ابي تخطبي لي طيبه ضروري ضروري. بس بس ايش فيك؟ من صدقك انت؟ تزوجين فوازه حق طيبه؟ لا حبيبتي لا، احنا هني مو متحملينها وتهاوش معانا، هالدور تدششيها بيتك كله تناجرك. من صدقك انت؟ هذا الخبال بعينه وعلمه. اقول وطي صوتك وحشمي نفسك وعن الغلط ان شاء الله. ترى الحين احطك هني واكسرك ادفنك. بس على وجهك شرها علي انا اللي قاعد اخذ رايك. والله انت مو بكفو. انا اقول حبيبتي فكينا من هالموضوع. طيبو طيبو عاد روحي زين. يلا سمعي اندرت فيك طيبو ان انت قاعده تحكين عنها بهالطريقه كسرت عظامك تكسر. بس سكتي. وبعدين فواز هو اللي يبيها هو اللي مختارها. احنا اذا تدخلنا في اختياراتهم بيقولون علينا مسلطين. علشان كذي نخليهم ما يختارون. ويا ليتهم اذا اختاروا واختاروا صح يختارون غلط. ايش تبيني اسوي؟ بصراحه بيني وبينك انا ما عمك اقول لك لا، بس ابي اعرف شلون تفاتحين طيبه بالموضوع. نيل غمند شلون افاتحها؟ بس بيني وبينك انا عرفت عنها انها هي مطلقه وعندها ولد، واكيد ما راح ترفض ولدي فوازي. اكيد ما راح ترفضه. بس حياتي انت ازيدك من الشعر بيت. هات الشعر. طيبه مطلقه مرتين ورافضه اكثر من معرس يتقدم لها. ايش رايك؟ ايه بس فواز غير يا بعد عمري. فواز ولد موزه ما ينرفض غير اللي تقدموا لها كلهم. ايش فيك انتي؟ من زينها شايفه نفسها ايش عليه ورافعه خشمها اقصاها كلها شبر. زين منه ولدي بياخذها. بس يعني انا اختك وخايفه عليك باكر اذا هاوشتك ولا سوت شيء فيك. أنا يعني ألم على كذي. بيني وبينك أنا الله يعيني على ما بلوني. تفضل أبو خالد إجازة كم يوم؟ يا فواز الله يهداك مو اتفقنا أنه ما في إجازات مدة 3 شهور؟ إي والله كلامك عدل اتفقنا، بس شو نسوي يعني استجد الظروف. إنزين شنو الظرف الطارئ هذا اللي خليك تأخذ إجازة بالوقت هذا؟ ناوي اتزوج ان شاء الله الثانيه. عسى الله يبارك لك يا فواز. بس حنا ما لنا شغل بامورك الشخصيه الله يهداك. يا ابو خالد شو اسوي؟ يعني ترضى مثلا اقعد هنا بالاداره واطلع حق نداء الواجب او حريق او مهمه وانا مكتب وانا تعبان نفسيا؟ وبعدين الشباب كلهم موجودين وكلهم خير وبركه ان شاء الله. يا فواز اكثر الحرايق والنداءات اللي تجينا انت مستعدل. مو مشكلة إن شاء الله طال عمرك هالمرة هذه. المهم جيب بديل ويصير خير إن شاء الله. بديل موجود إن شاء الله كلهم الحين بتصل على مشعل ولا أبو علي ما يقصرون إن شاء الله. خلاص توكل على ربعك. يلا على إذنك طال عمرك. الحمد لله أن رجال المطافي كلهم مو مثلك. بس
بس بس حبيبتي بس بكي بس نوع بس تفكير بس شغلت عمرك بهالتفكير الله يهداك ان شاء الله كل شيء بينحل اي بينحل انا حاسه اني انا فاشله انسانه فاشله ما احس اني انا كسبت قضيه واحده ما حد يوكلني ليش انا نحس شو وكلون ان شاء الله يهداك بعد انت ناقصه اكل الله يهداك بعد انت وين وانا وين احنا قاعد اسولف عن موضوع الشهاده اللي بروح يبها عشان زواج الله هداك انت تسولفين عن قضاياك ومن يوكلك ومن ما يوكلك يبا تيشون خلاص انا ماشي انا بعد مالي قاعد هني خلاص انا اللي متى اضيع حبي واللي متى اضيع قلبي معاك حتى حبي ضاع وياك حياتي سر حبي فيك غامض ايه سر حبي ما انكشف ايش اللي خلاني اوقع فيه والعشقات هرف ايش اوقعني موكلين موجودين هني على ابو دارك على مكتب محاماة ايش فيك موكلين الله يهداك يقولوا انا حبي وحياتي معاك حبيبي بعد عمري بس لا تزعل يعني انا قاعده افضفض اذا انا ما افضفض لك افضفض حق منو بعدين انت عارف انا من مشكله لمشكله وهذه مشاكلي وحدود مشاكلي يا حبيبتي الحين خلينا نخلص مشاكلنا احنا عشان بعدين تفرغ حق قضاياك ما عليه قل لي مش قررت الحين شلون على موضوع الشهاده شلون بتجيب الشهاده شو اسوي سمعت عن جامعه جديده جزر المالديف شنو مالديف يقولون يوزعون الشهايد بالهبل عادي قلت اروح المالديف اخذ شهادتين ثلاث اربع ويا حق امك يعني هم يوزعون الشهايد بالشوارع بالشوارع تمشي ابليس شهاده ابليس شهاده امرك خاصه اخوش بس المالديف حبيبي هذه مالت سياحه وتبضع وبضاعه وكذي يعني مو مالت شهايد وبعدين تعال حبيبي انت يعني كأنك بديت تفسفس بالفلوس ليش يا بعد عمري لازم نحط الفلس على الفلس علشان نكون مهارنا علشان نكون شبكتنا علشان نحس ان احنا مستغلين في حياتنا ونعيش بروحنا بامن وامان انت من علمك هالحكي من علمك هالحكي يقصون عليك يا مره يا حكي ايش بروح اجيب شهاده عشان اخذك الله هداك وانت تقولين امك بعد مصره على الشهاده من وين يبكم شهاده لازم اروح المالديف اجيب شهاده تكفلت أصب لا أصب شلون يعصب فهود شلون يعصب فهود شلون يضحك فهود شلون هذا ايش معنى هذا ايش معنى زعلان بالمكتب اذا زعلان بالبيت غير بس هذا حبيبي بعد خلاص لا تكملين انا ماشي ولا قاعد هذا انت عم بنعبج خلاص تبي شيء ولا امشي بس اهدى شو ريلاكس اي لاف يو بمشيك على فدان هلا بالخارج هلا شش عندك هني يا خير هلا هو ايه هو في الحقيقة ايه ويبدو انه شو انزين في الحقيقة شنو خلص انا يا وكل محامي توكل محامي ايه؟ توكل نفسك عشان توكل محامي عدل اخوي عدل عد الله يهداك انا وكل محامي عشان موضوع الشهادة هذا الماضي خلص ايه تصدق صدفة شفت اختك هني داوم لا ويطلع اختك هني داوم ثاني مكتب علي صار ثاني مكتب عدل اخوي داوم هني ها حد يقول اخاف يا يطلعها من ورانا قلت تكفى قول لي خل ادفنك هني تكفى شنو صدقك انت شنو انا هي انا اسوي هالشكل ما تسوي هالشكل انا لا ما اسوي انا شكلها قاها من انت يا البرك الله يهداك لا انت ما تسوي هالشكل صح ما اسوي انا لا خلاص سامحتك انا انت ما تسوي هالشكل مشكور اخوي على السماح بعدين ترى سالفة الشهايد هذه يا اخوي حلها سهل انت وايد مصعب الامور عدل اخوي عدل عدل زين قول لنا الحل دامك فاهم انا اقول لك بس انت تعال وكلني مكان يعني هالمكان مو مناسب ايش وكلني مكان يعني وكلني شنو لا تقص لا تشرق لا لا يعني ما بيك توكلني يعني جاب كباب شيء بس يعني عشان يلا اوكلك انا اوكلك بس انت شنو جاي عند اختك عندك شغل ولا شيء لا ما عندي شيء انا برفع قضيه على مال الجمعيه اللي ورانا امش تعال خلنا ناكل يلا امش نروح ناكل حجي احنا بنروح ناكل تبي شيء عدل يمه شنو عدل ها عدل يمه مسكر جهازه هين هين ادوك عندي
السلام عليكم. انت وين كنت هالمده؟ كنت مع ابوي. ها علامك انت، حتى السلام ما تردينه. انا توني بصفط عند العماره لقيت نازل من ابوش فيها. لا تتدخل يبا، لا تتدخل، انا قاعد احاكي ولدي، لا تتدخل يبا.